بعدين بدك تظبط لي الميك اب. لحظة شوي، أنا شو جاي أعمل؟ شو؟ ظبط الميك اب وجاي بلا جزدانة؟ أنت طيرت لي عقليتي من راسي أنت. هلا برجع. أنا ناطرك. أوكي. ناطرك. ما بعرف ليش هيك عم بتقولي، ما بعرف ليش عم بتفكري اني عم بقارنك بسوريا. ليه؟ لانه شو ما عملت سوريا بنظرك صح واروع شيء ممكن حدا يعمله بالعالم. خلي سوريا تمزح مزحه صغيره بس، شو بتحتك كيف بتصير؟ كل كلمه بتقولها سوريا مقدسه بالنسبه لإلك. بعتذر، انا ماني كامله مثلها. شوف مثلا هلا أنا عم راجع بعرسهم للجماعة، بينما سوريا مستحيل تعمل هيك فيك وتحطك بهيك موقف. أنا ما فيي كون سوريا، ما بقدر كون مثلها. روح اسمعيني يا ما رح اسمعك، أنا خيبت لك أملك لأنه ما تحقق توقعاتك. اعترف، أولى خيبت لك أملك لأنه ما طلعت بشبه سوريا ولا بعرف كون مثلها. ما عم خليك تتحمس وتنبسط لما تشوفني مثل ما بتنبسط وبيضحك وجهك لما تشوفها. لما تشوفها؟ ما كان بدك ياني أنا، من الأول كان بدك سوريا. حبيب